سنة عدوا وشوف كم عيلة تابعوا الحكايات ليلة بليلة. 60 سنة كانوا رحلة طويلة كل عيون الدنيا متابعة. حكايات لسه فرحنا نفسها لمتنا وحبينا وناسها حافظينها بترتيب أحداثها من فاتوا زمان حلقة 7. كم سنة عدوا وشوف كم عيلة تابعوا الحكايات ليلة بليلة. 60 سنة كانوا رحلة طويلة كل عيون الدنيا متابعة. حكايات لسه فرحنا نفسها لمتنا وحبينا وناسها حافظينها بترتيب أحداثها من فاتوا زمان حلقة 7. مين ينسى هارب من الأيام ولا الدوامة والقطة اسود ب7 حلقات سابوا علامة. والقاهرة والناس وبشاير أحلام الطاير وقصاد بوابة الحلواني سقط أعداء ياما. قال البحر ده عصر الحب وأجمل أيامه شهدك يا دموع كان بيخفف على القلب ألامه. والأيام وحكاية طه اللي تحدى ظلامه. 60 سنة هنقول ونعيش بنحبك يا دراما. سنة ورا سنة يا ما شفنا وعشنا حواديت دي سيرتها بتنعشنا بتفكرنا وبترجعنا لحنين الزمن اللي وحشنا. 60 سنة واحنا بنتجمع مرة بنضحك مرة ندمع حواديتنا المصرية تسمع وتبان تفاصيلها على وشوشنا. سنة ورا سنة يا ما شفنا وعشنا حواديت دي سيرتها بتنعشنا بتفكرنا وبترجعنا لحنين الزمن اللي وحشنا. 60 سنة واحنا بنتجمع مرة بنضحك مرة ندمع حواديتنا المصرية تسمع وتبان تفاصيلها على وشوشنا. مين فينا حينسى تمن الخوف ولا الثلاثية والنوى وأواني الورد ودير خالتي صفية والزيني بركات والتعالى وبنات أفكاري والضوء الشارد وحكاوي السيرة العاشورية حكمة وضميرها اللي تحدى الشر بألوانه. أنا وإنت وبابا في المشمش كان جاي في أوانه. وبكيزة وزغلول وبخيل ساف البخل جنانه. 60 سنة فاتت من عمر الشاشة المصرية الشاشة المصرية الشاشة المصرية.